عندي ثلاثة وأنا والأب يعني خمسة الناس حنا، ما قادناش هذا البيت، ما قادناش في الحقيقة. لا لا حقيقة ما كاينش كمالية مر، ما عندناش، ما بحال ما عايشينش وصافي، مكرفسين وصافي، مكرفسين بزاف. نطلب من محسن إلا شافونا يتعاونوا مع هاد الحالة، يعاونونا و نطلب من تانا نعيش بحال الناس، كماليات نكون تانا بحال الناس، نكون عندي تانا طواليت، يكون عندي تانا كوزينة، يكون عندي بزاف ديال الحوايج. هاد الناس ما عنديش. شاهدنا تابعنا واحد الفيديو اللي نشراتو نت الإلكترونية ميديا لايف، واللي تابعنا فيه واحد الحديث، يعني احنا اعتبرناه تأسفنا على هذا الحديث، وهو أن السيدة فاطمة اللي كنعرفوها وكنعرفو حتى الأسرة ديالها اللي كتعاني من مرض السرطان وكتوفر على ثلاثة الأبناء والزوج ديالها وكيعيشوا واحد الحالة مزرية، حالة معوزة. حاولنا باش نجي نضامنوا معها، لان شناها كتتحدث على المرض ديالها وانها ما كتوفرش المرحاض، لان المرحاض هو الكرامه ديال السكن عند الانسان. وحاولنا باش نزوروها هذه بعد يومين بعد المشاهده ديال الفيديو، وجينا زرناها ويعني وتفاجئنا بان ما كتوفرش على المطبخ، انها كتعيش فواحد يعني فواحد البيت فوق السطوح. وحاولنا اليوم باش يعني باش نهيئوا ليها ونبنيوا ليها واحد هذا المرحاض اضافه الى المطبخ اللي غنهيئوه لها كذلك. وكذلك ساعدنا بعد يعني وفرنا واحد الاغطيه، لان ما بقيناش موجود عندنا الاغطيه، اضافه بعد المواد الغذائيه اللي انا محتاجه ليها ولانها كتعاني بواحد المرض. ونحاولوا باش نساعدوها ونواكبوها ان شاء الله، فماشي اول مره غنزورها، نبقاو دائما نزورها ان شاء الله، لان محتاجه للتضامن هذه المساعده. انا الدباح فاطمه مصابه بمرض السرطان، وجا واحد الجمعيه من جات عندي صابتني ما عنديش طواليت، ما عنديش الكوزينه، وتكلفوا ليا. هذه الجمعيه هي ديال نهضه الزناته ديال بوصابون، الله يجازيهم بخير، تعاونوا معايا وتساعدوا معايا، هما اللي دابا متكلفين ليا بكل شيء، المصاريف انا ما خلصت شي حاجه. كان دابا انا فرحانه الحمد لله، كنحس بفرحان، ما الفرح ديال الفرحه ديالي ما توصفش، شعور ما نقدرش نوصفه باللسان ديالي. كنشعر انني احسن دابا الحمد لله، من اللي موفره ليا الشروط كامله. ما كنتش كنحلم غادي تكون عندي كوزينه وغادي تكون عندي طواليت. كنشكروا جزيل الشكر، الله يجازيه بخير، الله كثر من هاد الناس اللي كيتساعدوا مع الناس، بحال هاد الناس المحسنين كيعاونوا الناس وكيتضامنوا معاهم وكيشوفوا من الحاله ديالهم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها باس اذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.